اللي معاك، ودي انا فاكر، صح، مظبوط. تلاقيها نفس الاسئله اللي في الاكسس معاك. فهو شايل بقاله كام سنه كده، شايل السورس بتاع الاسئله دي. فاحنا واخدين السورسات اللي كانت عندنا، تمام، واحنا بنبقى عارفين الاسئله اللي موجوده في الريتايرد والحاجه دي، فبنكتب المصدر بتاعها عليه. يعني احنا كاتبين المصدر بتاع الاسئله لان احنا عارفين كل حاجه مصدرها فين. حلو. الاسئله البابلشر اللي انت مش هتلاقي مكتوب عليها حاجه او مكتوب عليها بابلشر في السورس اللي انا مديهولك، ده اللي انت ممكن ترجع له. يعني انت ممكن تاخد كلمه من السؤال وفي البي دي اف اللي هي الفول باكج اللي احنا بعتناها لك تعمل كنترول اف بيها، لقيته مش مكتوب عليه سي ام اي او مكتوب عليه سي اي اي او بابلشر، ده هتلاقيه ده غالبا يعني ايه ما تركزش فيه قوي. عايز تحله حله. انا هقول لكم عن نفسي، انا عن نفسي كان مستر سامح في الكورس بيقول ما تحلش غير اسئله السي ام اي، تمام. انا في الاول ما سمعتش الكلام، كنت بحل الاسئله كلها، كنت قلقان بيني وبينك، كنت قلقان انا او ما تحلش اسئله سي ام اي ماشي، بس انا قلقان عايز اخد كل حاجه. انت عارفين في الاول الكورس بيبقى الواحد متحمس جدا وعايز يعمل كذا حاجه. حلو. بعد كده بقى لما هتخش قدام شويه هتلاقي اسئله الببلشر غريبه، هتلاقيه جايب لك السؤال صفحه ونص ولا صفحه كامله وكميه رغي، وهيصدع لك دماغك لدرجه ان انت هتقول انا لو السؤال ده سؤال سي ام اي وجالي في الامتحان هسيبه مش هحله اصلا. فبطلت، صح، بطلت احل الاسئله دي. ما انت اصلا هم كلهم 100 سؤال، فكل سؤال خلاص يعني مش هقعد اضيع ربع ساعه ولا 5 دقائق في سؤال واحد واسيب بقيه الاسئله، لا انا احل 99 واسيب السؤال دوت مش مشكله. وفعلا انا عملت كده في الامتحان، جالي سؤال كبير رحت سايبه، وجيت في الاخر رحت قريته دقيقتين كده ما رضيتش اضيع مع فيه وقت برضه، يعني في الاخر هو واحد من 100، تستفيد بالوقت في الاسي احسن. فاهمين قصدي؟ طيب احنا عايزين نشوف سؤال 28. لسه اهو. طيب بص يا جماعه هنا، بص يا مستر عمرو، تمام، ايوه، بيقول لك معك السؤال هنا بيقول لك ان الشركه بتاعتنا مبادجتد ان هي تبيع 6300 يونت في النكست فيزيكال يير، نعم، والديزايرز تو هاف 590 جود يونتس اون هاند ات اند اوف ايه اوف ذات يير، والبيجيننج انفنتوري كان عندنا 470. يقول لك الباست اكسبيرينس بتاعت الشركه دي قالت ان في 10% اوف اول يونتس بروديوسد دونت باس فاينل انسبكشن. ماشي. يبقى هنا ايه؟ قال لك تمام. ان من ال 10% دي من الايه؟ من الاول يونتس بروديوسد، يعني بروديوس اول يونتس، تمام كده؟ زي مثلا انا انتجت 1000 يونت، ال 1000 يونت دولت فيهم 10% مش ايه؟ مش هيعدوا. فاهم قصدي؟ ها؟ عشان كده انا فهمت قسمت عليك. هنا لما جيت اجيب الاجابه قسمت على 110 عشان اطلع بال 100%. فهمت؟ فاهم قصدي؟ زي ما مستر سامح قال لك المرتب، تمام، المثال بتاع المرتب كده، قال لك انت عايز تقبض مثلا 20 صحيح، ريال، فهتقول له انا عايز 20 في 120%، ولا هتقسم ولا هتعمل ولا هتقول له ايه؟ هتعمل ايه؟ ايه، تماما، على 90%. بضرب في 110 على 100، لا، هقسم على 90%، 90 110 دي لو انت قلت له خدت المرتب بتاعك ال 20 ضربتها في 1.1، تمام؟ لكن انا هنا هقسم على 90 عشان اطلع ال 100، تمام كده؟ تمام؟ تمام. طب تعالى بقى السؤال بقى بتاعك انت اللي هو السؤال ده. بص السؤال هنا جايب لك ايه؟ بيطلب منك يا علي عايز البادجيت دايركت ليبر اورز فور ذا فيرست ايه؟ كوارتر. عايز الدايركت ليبر اورز امتى؟ في الكوارتر الاولانيه، فيرست كوارتر، تمام، وجايب لك الكوارتر الاولانيه دي فيها 3 شهور، Q1 يناير وفبراير ومارس، 2000 صح و2300 و2500. حلو. يعني المفروض هتنتج كام؟ 6800. اول حاجه انت هتحس ان السؤال هنا غريب، ان هو جايب لك البيجيننج انفنتوري بتاع شهر يناير، تمام، في يوم 1 يناير، يعني البيجيننج انفنتوري كان عندك 300، تمام. طب فين الاندنج انفنتوري؟ ما جابش اي معلومه عنه.
أخدت بالك منها؟ فإحنا هنعتبره صفر. أكيد. صح كده؟ طيب يبقى أنا هنا صح زائد الصفر اللي هو مفيش حاجة يعني يطلع لي كام؟ 6500. طيب فقال لك إيه؟ قال لك every quarter has to produce، بيقول لك الشركة بتاعتنا بتنتج اكسترا 10%. حلو؟ يبقى هنا هي بتنتج زيادة كام؟ 10%. يعني هو قالها لك صراحة، أنا عايز 6500 هنتج عليهم اكسترا كام؟ 10%. صح؟ 650. هنا 10% ما قسمتش على 90. فهمت؟ الكلام كله في الوردنج بتاع السؤال، بس ده عامة مش سؤال سي ام اي كمان. فأنت المفروض هتنتج إيه؟ دولت وخلاص، بعد كده هتضربه في الثلاث ساعات هيديك إيه الإجابة. السؤال خلص يعني. هي هنا أخدت بالك من الوردنج بتاع السؤال هنا إيه؟ إيه تمام تمام. اللي هي ال 10% اكسترا. اكسترا تمام؟ لكن السؤال الثاني هنا، لا مش هو ده، هو راح فين؟ اهو ايوه صح تمام؟ قال لك ان الباست اكسبيرينس بتاعت الشركه لقيت ان في 10% من اليونتس ما بتعديش اصلا من الفاينل انسبكشن. حلو؟ يعني السؤال ده بيقول لك ان في 10% من اليونتس دي ما بتعديش من الفاينل انسبكشن بتاعي. فعشان كده انا هضطر، انا عايز 100 وحده، طب انا عايز 100 وحده هنتج كام وحده؟ اقسم على 90%. يعني في 10% ما بتعديش، لكن السؤال التاني ده قال لك ان هنا الشركه بتنتج اكسترا 10%. فهتنتج الانتاج بتاعك اللي هو 6500 وهنضيف عليهم كام؟ ال 10% اللي هي 650 عشان اوصل للايه؟ للكميه اللي انا عايز انتجها. تمام كده؟ تمام 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 شكرا لله. طيب احنا كده 10.6. طيب كان في حد واقف معاه حاجه في ال 12 سؤال دولت؟ ها؟ رقم 20 بتهيألي. رقم 20؟ انا عايز اشوف بس حد كان باعت لي. ممكن نبص على سؤال نمرة 7؟ رقم 7؟ اه طيب حاضر يا فندم. السؤال رقم 7 دوت، هو المطلوب مننا هنا في ايه؟ الدايركت ليبر بير يونت. لا، عايز الستاندرد دايركت ليبر كوست يونت. تمام كده؟ يبقى طالب مني الستاندرد دايركت ليبر كوست بير ايه؟ بير يونت. فجيت قال لك ان الشركه بتاعتنا دي عندها برودكت اسمه ايه؟ اكس كي 46 بيتطلب 3 دايركت ليبر اورز عشان الايه؟ عشان يتم انتاجه. وقال لك في امبلوي بينفيتس الشركه دي بتعالجها كدايركت ليبر كوست. هو مديك جيفنز ان الامبلوي بينفيتس هنا الشركه بتعالجها ايه؟ دايركت ليبر كوست. تمام كده؟ ليبر كوست. تمام؟ تمام. طيب. وجا قال لك ان احنا عندنا 25 موظف بيشتغلوا معانا. تمام؟ بيشتغلوا 35 ساعه في الاسبوع. ال 25 عامل ده كل عامل فيهم بيشتغل 35 ساعه في الاسبوع بري امبلوي. والاستيميتد ويكلي الويجز بتاعه 245 وبياخد عليهم 25% بنفيتس. يعني هو المفروض بياخد السالري بتاعه كام في الاسبوع؟ 1.25. تمام؟ وبياخد عليه بنفيتس كام في المية؟ 25. يبقى كده الموظف بياخد قد ايه؟ بياخد 1.25 306
وربع دولار في الاسبوع، صح كده؟ طيب واحنا قلنا كل موظف انا عامل له استيميتد ان هو يشتغل كام ساعه بالويك؟ 35 ساعه، صح؟ يبقى كل موظف الساعه بتاعته واقفه عليا بكام انا كشركه؟ 8.75، صح كده؟ طيب خلاص انا كده عرفت الساعه بكام. طيب تعالى البرودكت بتاعنا ده بياخد كام ساعه يا استاذ احمد؟ 3 ساعات. 3 ساعات، يبقى الواحده يبقى هيتكلفني كام اليونت؟ 26. 26 وربع، صح كده؟ تمام؟ تمام يا شباب، السؤال ده ولا في حد عنده سؤال فيه؟ طيب لا لا تمام، نرجع تاني للكشف بتاع 10.6. السؤال ده، السؤال ده حد وقف معاه؟ رقمه كام؟ 8. 19 مثلا ممكن. طيب سؤال 19 لما بينا، مين هيحل معايا السؤال؟ مع حضرتك. تمام، مين هيساعدني؟ طيب تعالى نقرا، احنا اتفقنا الاسئله بتاعتنا دي هنقرا السؤال الاول. بيسالك هنا، قال لك ايه؟ قال لك the amount that should be budgeted for direct labor for coming year. ايه هو الاماونت اللي انا لازم احطه كدايركت ليبر عندي في الايه؟ للسنه الجايه. كان في حد فيكم سالني في اول المحاضره على الفرق بين الايه؟ ثانيه واحده كده عشان دي مهمه ان انا اوريها لكم قبل ما نخش. هو السؤال ده برضو هيبقى سهل معاكم قوي بعد ما ناخد الكوستنج، الفرق ما بين الكوست اوف جود سولد والكوست اوف جود مانيفاكتشر. مين انا اللي كنت سالتني عشان السؤال دوت، صح كده؟ لا هو كان على السؤال الثاني برضه، عشان كان سؤال نظري. كان في سؤال نظري تقريبا موجود غير ده. طيب ثانية واحدة، انا عايزكم تبصوا على دي كده في السريع عشان هنرجع نبص على السؤال حالا، ماشي؟ احنا اتفقنا في المانيفاكتور الحسبه بتاعت الكوست اوف جود سولد عباره عن ايه؟ البيجيننج ايه؟ دايركت ماتيريال، واللي انا اشتريته ناقص الاندنج هيديني دايركت ماتيريال يوزد ان ايه؟ برودكشن. هجمع عليهم دايركت ليبر والمانيفاكتورنج اوفر هيد فيكسد وايه؟ وفاريبل، هيديني توتال manufacturing كوست. هجمع عليهم البيجيننج ورك ان بروسيس واطرح منهم الاندنج ورك ان بروسيس، هيديني الكوست اوف جودز ايه؟ مانيفاكتورنج. هجمع عليهم البيجيننج جودز انفنتوري واطرح منهم الاندنج فينيشد جودز انفنتوري، يديني الكوست اوف جودز سولد. موافقين معايا على الشكل ده؟ وخليه في دماغكم. حلو؟ تعالى السؤال بتاعنا. طيب ابعتها لنا بعد ايه؟ حالا اهي. ممكن تبعتها لنا؟ هبعتها لكم حالا بعد ما نخلص، هبعت لكم الرسمه. تمام؟ حاضر تمام. طيب دلوقتي احنا عندنا بيقول لي انا محتاج قد ايه دايركت ليبر اور. طب تعالى نبص في الجيفنز اللي هو مديهالي. قال لك انت عندك بيجيننج فينيش جودز انفنتوري 10,000، الكوست اوف جود سولد 400، والدايركت ماتيريال يوزد ان برودكشن 100,000 دولار، والاندنج انفنتوري 25، والبيجيننج والاندنج ورك ان بروسيس كان زيرو. حد ممكن يقدر يستخدم الداتا ديت عشان يوصلني للدايركت ليبر كوست ولا لا؟ تمام. احنا نبدا بالبيجيننج انفنتوري فينيشد جودز، اول حاجه هنحطها من فوق. لا لا بالدايركت ليبر عندنا الدايركت ماتيريال كوست اوف جود سولد بتيجي ازاي؟
ونحط المعادلة بتاعتها واللي ناقص عشان نجيبه. احنا هنشتغل من تحت لفوق المفروض، لان احنا هنا انا عندي في اسمه كوست اوف جود مانيفاكتوري، هو اللي مش موجود، اللي انا بيتكون من ثلاث حاجات: الدايركت ماتيريال يوز، والدايركت ليبر اورز، والمانيفاكتشرنج اوفر هيد. فده المتمم، فانا لازم هشتغل من تحت لفوق. فالاول لازم احط المعادلات وابدا اشتغل من تحت لفوق، صح كده؟ انا دلوقتي عندي الدايركت ماتيريال يوز ان برودكشن كام؟ صح، انا هشتغل من تحت لفوق فعلا، بس ده 100,000 $100,000 صح؟ طب الدايركت ليبر عندي؟ صح، مش عندي صح؟ هيبقى ايه؟ ده هو ده اللي طالبه، هو ده اللي طالبه. طيب والمانيفاكتشرنج اوفر هيد، قال لك الاوفر هيد از استيميتد بي 2 تايمز ذا اماونت اوف دايركت ليبر، يعني المانيفاكتشرنج اوفر برضه مش مهم 2 ايه؟ 2 اكس. اجري معايا كده صح، يبقى التوتال مانيفاكتشرنج كوست عندي بتساوي كام؟ بتساوي 100,000 زائد 3 اكس. 3 اكس اجري كده معايا ولا حد معترض على الكلام دوت؟ لا لا صح. طب البيجيننج ورك ان بروسيس والاندنج ورك ان بروسيس عندي بكام؟ بيجيننج زيرو. الاندنج 25 صح كده. يبقى انا هنا وصلت ايه؟ خلاص ايه مانيفاكتشرنج اللي هي عباره هتبقى ايه؟ هتبقى 3 اكس زائد 100 برضه، صح كده؟ طيب صح. المفروض نعمل ايه؟ البيجيننج انفنتوري الاندنج انفنتوري هيديني الكوست اوف جود سولد. طب الكوست اوف جود سولد البيجيننج انفنتوري مدوني كام؟ 10,000 100,000 10,000 سوري. طب والاندنج انفنتوري 25 تمام. والكوست اوف جود سولد 400,000 400,000. طب التغير في المخزون عندي هنا بكام؟ 15 ماينس. طيب احنا دلوقتي هنعدي دي عكس الاشاره، صح كده ولا لا؟ 15 بس هتعدي الناحيه الثانيه هتبقى بالايه؟ بالموجب. يبقى عندي هنا كام؟ 415. 400 وكام؟ و15 بيساوي 15 زائد 100، صح كده ولا لا؟ مين بقى يكمل؟ هنعمل ايه بقى تاني؟ هنطرحه من ال 100 الدايركت ماتيريال. لا بالظبط، ال 100 دي مجموعه، هتعدي الناحيه الثانيه هتبقى ايه؟ بالماينس. 100,000 هتبقى 315. يبقى كام؟ 315 على كام؟ 315 على 3 اللي هي واحده دايركت ليبر واثنين مانيفاكتشرنج اوفر هيد. يبقى اديني 105. يبقى الدايركت ليبر 105 صح. يبقى الدايركت ليبر هتبقى كام؟ الاكس الواحده هتبقى 105، وهنا لو عايز اجيب دي هضربها في 2 تمام، وهنا عندي دي 100 صح كده. طبعا احنا هو طالب دي، بس انا اصلا خلاص طالما وصلت ال 105 هقف مش هكمل، بس انا ايه قلت اكمل معاكم شويه تمام كده. تمام، حد عنده سؤال في السؤال دوت ولا واضح كده مع الناس كلها؟ واضح. تمام يا مستر احمد. تمام يا باشا. طيب حد عنده اسئله تاني في الشيت دوت؟ ممكن سؤال 23 النظر اللي بعده 20 ده برضو ايه مش معانا صح؟ السؤال ده لا هنسيبه دلوقتي تمام. طب السؤال دوت ايه مشكلته؟ السؤال ايه 23 ولا 20؟ 21. هو حد قال لي ان السؤال ده ما فيهوش 20 و23. 21 ده ما فيهوش مشكله. طيب 23 ماله؟ بيسالك على ايه؟ الثلاثه اللي بعده. طيب 2 و 23 23 يطول معايا شوية. ما هو يطول معاك. طيب تعالى ناخده ونحله ده. أستاذ أحمد كان بيسأل على السؤال دوت. أستاذ أحمد عوض. أنا سألت على السؤال ده صح. بس أنت ظبطته، فيلا استعد عشان تحل معايا بقى. بس أنا حليته بعد ما ركزت كده فيه. أنا بقول لك يلا عشان تحل معايا. يلا أوكي. طيب ثانية واحدة بس، مش عارف مش عايز يجي ليه، مش عارف اجيبه. ويلا
عشان اطلع هنشوف. معلش حصل عليا هجوم يا جماعه. يلا معايا يلا بينا نحل السؤال دوت. تمام يلا. بيقول لك الشركه بتاعتها ايه السيلينج ادمنستريتيف كوست بتاعتها لشهر اوجست لما هي باعت 20,000 يونتس كانت زي ما هي جايه لك كده. فاريبل كوست عندنا 372,000 دولار، والسيت اب كوست 85,000 دولار، والفيكسد كوست 176,000 دولار. حلو؟ قال لك الفاريبل كوست عندنا دي عباره عن السيلز كوميشن، بتدفع على ريت 6.2 من المبيعات. تمام؟ حلو؟ تمام. يعني الفاريبل كوست 372,000 دي عباره عن 6.2% من المبيعات. اقدر اجيب المبيعات كده بتاعت الشهر اللي فات ولا ما اقدرش؟ تمام. اقسم 372 على 6.2. الله ينور. تمام؟ يطلع 6 مليون. 6 مليون. احنا يعني احنا بنحاول نجيب نظبط ايه، نفكر في حاجات واحنا شغالين يعني. ماشي. وبعد كده قال لك ايه، ذا سيت اب كوست بتعتمد على ايه، ديبند اون ذا نمبر اوف ايه سيلز بيرسون. اكبر شويه ولا الدنيا عندكم كده واضحه؟ لا تمام تمام. سرقت نفسي انا اللي مش شايف. ماشي. ديبند اون ذا نمبر اوف سيلز بيرسون اللي شغالين عندي ايه في الشركه. تمام. يبقى السيت اب كوست بتعتمد على عدد الاشخاص اللي شغالين سيلز بيرسون في الشركه. في شهر اغسطس كان عندي 17 موظف شغالين في المبيعات. حلو. بس قال لك خلي بالك ان في اثنين منهم طلعوا ايه، هيطلعوا معاش في اوجست. يعني ال 17 دولت هيبقوا كام؟ هيبقوا 15. حلو. يبقى انا كان عندي هنا سيت اب كوست كام؟ 85 على كام؟ هيبقى في 17. تمام. اوكي 15 بقى هتبقى دلوقتي كام؟ 15. وقال لك توتال فيكسد كوست مش هتتغير في ريليفنت رينج من 15 ل 30,000 ايه يونتس بير مانث. وقال لك الشركه بتاعتنا دي بلاننج اللي هي هترفع السعر بتاعها لكام الشهر الجاي؟ 10%. ونتيجه ان هي غلت السعر ده طبيعي، لما السعر بيترفع بيحصل ايه في المبيعات؟ بيقل. بس هو قال لك ايه، لا ده هو يرفع السعر وعنده ايه المبيعات هتزيد، هتبقى 24,000. حلو. تمام. فبيقول لك لو تمام طبقت، لا ثانيه واحده، المبيعات هيقلل السعر 10%. هيقلل السعر 10%. ما انا استغربت ان هو قلل السعر هيقلل السعر 10%، فتقليل السعر ده هيخلي المبيعات تزيد تبقى 24%. فبيقول لك لو الشركه بتاعتنا عملت الريدكشن دوت، اللي عايز البادجت بقى بتاعت شهر سبتمبر. حلو. تمام كده معايا ولا لا؟ تمام. عندنا هنا المفروض عندنا فاريبل كوست، وعندنا السيت اب كوست، وعندنا الفيكسد ايه كوست. اول حاجه هنحطها الفيكسد كوست، هو كده كده قال لك ايه ثابته في الريليفنت رينج بتاعنا من كام؟ من ايه؟ من 15 ل 30,000. من 15 ل 30 كام؟ ايه 24,000. فدي ايه ما عندناش مشكله فيها. حلو. طيب طب تعالى هنا، احنا دلوقتي قلنا الفاريبل كوست دي عباره عن 6.2 سيلز كوميشن، عمولة المبيعات بتاعت الناس. حلو كده؟ تمام؟ فأنا أصلاً أنا معايا، أنا بعت ب 6 مليون، لما قسمت 372 على 6.2 طلع لي كام؟ 6 مليون. طب ال 6 مليون دولت أنا بعت بيهم كام واحدة يا شباب؟ 20,000 يونت صحيح؟ هقسم 6 مليون على 20,000. يبقى أنا هيطلع 300 دولار.
$300، يبقى انا سعر البيع بتاعي بتاع الواحده كان كام؟ 300. طب وانا عايز اعمل ريدكشن على السعر ده كام؟ 10%. 10% هضرب في 90% على طول. كام؟ في 90%. 270. 270 صح كده؟ يبقى انا هضرب ايه في 270؟ في 24000 زائد ده في ده هيديني كام؟ 240. 6 مليون. 240 24000 بالظبط. 6 مليون 480. تمام، 6 مليون 480. طب والسيلز كوميشن بتاعك؟ هدفع عليها كوميشن 6.2. حلو، يبقى عندي الفاريبل كوست دي هحط فيها كام بقى هنا؟ 401 760. اجري كده معايا ولا حد راح مني؟ لا لا، الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. انا واخد بنادول بس يعني لما بعد ما باخد بنادول بتبقى الحاله تنزل شويه، بس شويه الحراره تعلى فاخد بنادول تاني اشغل على كده. لا انا بتنفس كويس الحمد لله، بس هو زوري بقى خالص كان في مرض. تمام يا شباب، اللي عايز يتكلم معايا يفتح الميه، انا عملت ميوت للناس. شباب معايا؟ تمام. طيب احنا قلنا هنا كان عندنا كام؟ 85. 85 دول كنا قاسمينهم على كام؟ على ال 17. فمعنى كده ان الموظف الواحد كان عليه كام؟ 5000 صح كده؟ واحنا هنقل الشهر ده باثنين، عندنا زي ما قلنا هيبقوا كام؟ 15. 15 في 5000 بكام؟ ب 75. يبقى البادجت بتاعتي هتبقى كام؟ 652. يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى ايه؟ ايوه مظبوط. تمام كده؟ تمام. هو ده كان اخر سؤال تقريبا. مظبوط. تمام؟ هنحاول الاسبوع الجاي ده ان شاء الله نحلش بقيه الاسئله، حلها ويا ريت نحاول نحلها كمان مره. هتلاقي نفسكم بتاخدوا وقت فيها اقل جدا والدنيا بتظبط معاكم كويس جدا ان شاء الله. تمام؟ يعني احنا نحلهم تاني. بس وما نبصش في النظري. النظري ممكن تسيبه دلوقتي. طيب خلاص. لو عايز تبص في بص فيه لقيت حاجه الدنيا مشيت معاك فيها تمام، لكن لو حاجه وقفت معاك يعني عادي مش مشكله، لان احنا لسه هناخد فيه كتير. تمام؟ بالنسبه للنظري، لان انا فتحت بصراحه اللي هي الجزئيه بتاعه الاستراتيجي استراتيجيك بلاننج، هي دي اللي ما خدناهوش اصلا. مش خالص. لا مش احنا خدنا 5 و6. ايوه ما فيهوش و7. الاستراتيجيك بلاننج مش استراتيجيك مانجمنت ولا الاستراتيجيك مانجمنت. احنا يعني احنا دلوقتي في 9، احنا خدنا ايه؟ احنا في يونت 9 خدنا البادجت عملي بس يا فندم، فخليك في الاثنين ولا في لا انا بتكلم ك يعني انا ماسك الحاجه بتاعت امريكان يونيفرسيتي اللي هي في اللي فيها الشرح النظري. تمام. هي بدأ ب 9 9 1 2 3 4 5 7. احنا قلنا احنا خدنا 10.6. ايوه اللي هي بالانسد 5 ربي و 10.6 حلو كده. ده اللي خدناه من يونيفرسيتي. والكاش بادجت المفروض كان مستر سامي هيعيدها النهارده تاني وهنحل عليها. حلو؟ الاستراتيجيك مانجمنت ما خدناهوش لسه خالص، ما خدناش فيه حاجه خالص. تمام؟ فخلينا بس الاسئله اللي بتاعت التارجت دي. طب يا استاذ محمد معلش ما سمعتش. نحل تاني البي دي اف رقم 10 ولا نخش في 14 و2 و14 و3؟ والله انا رايي حلوا تاني التارجت تاني، يعني حل التارجت تاني انت هياخد معاك وقت اقل بكتير جدا عشان تظبط الدنيا. هو 7 و8 هيبقوا برضه نفس السكوب ولا مختلفين؟ ولا هنلاقي اسئله لسه ما خدناهاش؟ 7 و8 بيسالوا في حاجه تاني. اوكي. كاش بادجت. زي ما قلنا الماستر بادجت بتنقسم لحاجتين،
للاوبريتنج والفاينانشال. انا بس كنت عايز اعرف ان كان معايا الهاند اوت اللي حضرتك بعتوها وانا خدتها، فكنت عايز احنا ماشيين فين يعني، احنا في الترتيب بتاعهم الهاند اوت مش عارف احنا واقفين فين. ثانيه واحده يا فندم بره المستوى. انا هو strategic planning وفي البادجت كونسبت والفوركاستنج تكنيك. احنا بقى ولا خدنا الكلام ده كله. بص حضرتك انت فاتح الهاند اوت دلوقتي، انا مش متقمه بس كم ورقه اقول لك يا حضرتك؟ 37. لا دي ما خدناش فيها حاجه خالص. انا عايزك تفتح اللي هي 92 ورقه. 92 ورقة اللي انا فاتحها قدام حضرتك دي، اهي اللي بدأ بيونت 9 حضرتك شايفها؟ اه لا، ما انا اللي عندي بدأ برضه بيونت 9. الهيدر بتاعها ايه؟ اهي اللي هي اول ورقة. انا مشير السكرين قدام حضرتك. هم كلهم بادئين بنفس الكفر ده على فكرة، اللي هي 92 ورقة. بص 92 ورقة كده من فوق في البي دي اف. لا في البي دي اف انا عندي بدء متقطع كذا حاجة، جزء اللي هي اسمها سيكشن 2021. 20 سيكشن 2021. مستر يحيى، هو الأستاذ أحمد عمل داونلود من اللينك اللي على الفيسبوك، يعني كان في لينك على الفيسبوك. فاهم انا فاهم. الهاند اوت متقسمه 6 اقسام. انا فاهم او 5 يمكن. انا فاهم، انا بتكلم على الجزء اللي احنا خدناه. ايوه، ما انا مش عايز اربطها بالحاجات اللي احنا خدناها. هو دلوقتي يعني اللي كان مكتوب اللي هو الفوركاستنج تكنيك، ما خدناش حاجه في الفوركاستنج. احنا لسه خالص. ولا خدنا الاناليسيز فوركاستنج ستادي استراتيجي. لا لا لسه احنا عشان كده انت سامح المحاضره اللي فاتت. لو حضرتك شايف وفي اناليسيس فوركاستنج استراتيجي، ما هي المشكله ان انا تقريبا اللي انا طابعهم دول او اللي انا بقول لا بادجت كونسبت ميثودولوجي ده 10. ما بقول لك بص مستر سامح ايه فتح حاجتين، فتح السلايدز وقال السلايدز ده اللي احنا خدناه. المثال لو عايز تقراه من الهاند اوت بالتفصيل مثل صفحه كذا، دي ما عنديش مشكله فيها، دي ما فيهاش مشكله. ده المثال ده كله اللي هو موجود اللي هو حضرتك اللي احنا خدناه. ده اللي انا بحاول اجيبه لك دلوقتي. ده عندي اللي هو ماشي اوكي، ده اللي خدناه 69. تمام، ده اللي احنا خدناه. ادي المثال اهو، ده النظري بتاعه وصفك منه دلوقتي. احنا هنبدا بالمثال. حلو، ده المثال اهو اللي احنا خدناه. تمام، هتبدا بقى ماشي فيه جوس رول مثال لغايه ما ايه ما نخلص، اللي هو ادي 1100 في 240 اديك 264. بس هنا الشرح مكتوب شرح تفصيلي، عشان لو انت ما معكش الفيديو او معكش حاجه تقدر توصله. لكن انت في العملي عامه انت مش محتاج تقرا الكلام ده كله. انت في العملي خلاص اسمع المحاضره كويس، لو انت ما فهمتهاش ارجع اسمعها تاني وادخل حل على طول في العملي. يعني ما تضيعش وقت اللي انت تقعد تذاكر، العامل مش محتاج كده. تمام، ده المثال بقى لغايه ما نخلص. لكن الحاجه عامه احنا في اخر كل محاضره بنطلع الهاند اوتس وبنقول لحضرتك احنا خدنا ايه. اللي احنا قلنا ما جبناش سيرته ده لسه ما اتاخدش. تمام يا فندم. طيب بس هو تقريبا بعتت لي حاجات مختلفه عن اللي بعتت قبل كده، فانا كنت طبعتها عندي، ففي الغالب في شويه عدم. خلينا بس الاول نجسه لان انا ملخبطه، فحاول اظبطها اشوف اللي الطبع. يعني انا مثلا يعني حضرتك لو احنا انت اللي بينزل ما بينزليش مثلا البي دي اف فيها كام صفحه، انت حضرتك بتبعت لي فايل، انا بس عايز الفايل رقم 1 فايل رقم 2 ده اللي احنا خدنا فيه من كذا لكذا، عشان انا بعرف انا واقف فين. لان شايف حاجات كتير قوي فملخبطاني. بص فمش عارف ايه. بقى من المحاضره الجايه تبدا المحاضره الجايه بدايه المحاضره هنبعت لكم الاجزاء، هنعمل لها اكستراكت اللي احنا خدناها
وهنبعتها لكم على الجروب، تمام كده؟ اه ما يحصلش لخبطه، يبقى هي دي اللي احنا اه ماشي اوكي. بس هو النقطة في ايه؟ احنا بعت لنا كل الجزء بتاع البادجت، او خدنا كل الجزء بتاع البادجت فطبعته، تمام، فبيبقى فيهم الأسئلة وبيبقى فيهم الحاجات غير الهوم ورك. الهوم ورك ده جديد، اللي هو التارجت ده جديد، لكن الحاجات اللي اتبعتت لنا طبعتها. فانا مش عارف ايه من الحاجات اللي احنا واقفين فين، من الحاجات اللي خدتها. التارجت عندي اوكي ما فيش مشكلة، لكن في اي هاند اوت انا واقف فين، عملت ايه، مفيش الا بس اللي انا عارفه، اللي المثال اللي هي السلايد زي البرزنتيشن كده اللي كان بيشرح فيها المثال. الجزء النظري بتاعها بقى انا مش عارف اجيبه منين. احنا لسه ما خدناش النظري، لما هناخده هنقول لحضرتك هو فين. اوكي بس تمام في العمل بس دلوقتي. ماشي خلاص اوكي ماشي. حد يقولني بحاجه؟ شكرا تحت امر حضرتك. شكرا شكرا يا استاذ محمد. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام.